ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال له: يا معاذ، ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يقول: ثم سكت ساعة، ساعة يعني فترة زمنية، ثم قال: يا معاذ، ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. حق العباد على الله إذا عبدوه أن يدخلهم الجنة. فهذا حق جعله الله على نفسه تكرما وتفضلا سبحانه وتعالى، ولا يوجب على الله أحد شيئا سبحانه وتعالى، فهو يأمر ولا يؤمر جل في علاه.